بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثانية شعبة A. هذا فيديو مبسط يوضح كيف الالتحاق بميتينج عن طريق زوم بروجرام. أنت كطالب راح تستلم بالجوجل كلاس روم من قبلي هذا الانفيتيشن اللي بيه الرابط وبيه ميتينج اي دي إلى الأسفل، لاحظوا آخر سطرين ميتينج اي دي ورقم وباسورد اللي هو نيران. فأنت استلمت الآن الانفيتيشن، عندك الاي دي وعندك الباسورد. الآن أنا كطالب كيف أستخدم الاي دي والباسورد؟ أروح للمتجر أو أبل ستور، أكتب زوم وأنطي بحث، راح يطلع لي البرنامج اسمه زوم كلاود ميتينج. ايكونته هي عبارة عن كاميرا بيضاء على خلفية زرقاء. بعد أن يتنصب البرنامج تضغط على فتح. من تفتح البرنامج راح يطلع لك بيج مكتوب على شريط أزرق join a meeting. نعم، عندما تفتح لك هذه الشاشة أو هذه النافذة ما راح يكون اكو اي اسم هنا، وانما راح يكون لاول استخدام مكتوب نوع موبايلك او الاسم التابع اللي انت مخصص للموبايل. فاني اريد اسمك الصريح باللغة العربية، الاسم الثلاثي على سبيل المثال وليكن احمد طه مصطفى. نعم، احمد طه مصطفى. الان راح يدخل الميتينج اي دي اللي استلمه من خلال جوجل كلاس روم اللي هو 3817125569. هذا هو ثابت في كل مره تدخلون للمحاضره تدخلون هذا الاي دي. قبل لا تقولون جوين ميتينج رجاء لا تنسون توقفون الاوديو والفيديو، لان انا ما اريد الطالب يدخل للصف هو وهو استوى فعالياته، اريد بهدوء يدخل للقاعة اللي راح تكون بها المحاضرة الافتراضية. واضح؟ بعدين سوي join meeting. راح شنو يطلب منك؟ الباسورد اللي هو ايضا ثابت في كل مرة، تكتب نيران تنطي اوكي. راح الآن يحاول أن يخليك تتصل بالصف الافتراضي التفاعلي. طبعاً دي يقول لك please wait the meeting host will let you in soon، يقول لك انتظر، أنت تدق الباب، وقف على الباب إلى أن المحاضر يسمح لك بالدخول. الآن أنا ظهر عندي أحمد طه مصطفى، فراح أنطي له admit. أنطيتك admit يا أحمد طه مصطفى، الآن تفضل لدخول قاعة المحاضرة. نعم، نجح أحمد طه مصطفى في الالتحاق بالميتينج. الآن عندي فقط ملاحظات ثلاث تبهونها. أولا الفيديو، لاحظوا الشريط اللي بالأسفل عندكم فيديو باللون الأحمر عليه خط، هذا إذا تضغط عليه راح يتفعل الفيديو، تظهر صورتك، فأني أريدك تلغي الفيديو. تقول له join audio حتى شنو؟ حتى تسمع صوتي أنا جدا أتكلم وياك. راح تظهر لك مثل ما تلاحظ علامة ميكروفون أحمر عليه خط، بمعنى أنه صوتك أنت مدى يوصل، في حين في الزاوية العليا إلى اليسار أكو أيقونة سماعة، هذه من خلالها تطلع صوت المحاضر، فإذا لغيته ما راح تسمع المحاضر إيش يقول، من تفعله تسمع المحاضر إيش يقول. أما إلى الزاوية السفلى إلى أقصى اليسار فمن تفعل راح يطلع صوتك، من تضغط عليه راح يكون لونه أحمر عليه خط، معناه صوتك ما راح يطلع. من تريد تسوي مداخلة أو سؤال أو تعليق، رجاءً لا تفعل الصوت وتتكلم مباشرة، وإنما ارفع يدك باستخدام مور. وين صايرة مور؟ بتلاحظون الزاوية السفلى أقصى اليمين أكو مور فوقها ثلاث نقاط، تضغط عليها تطلع لك لستة، تنظر إلى ثالث خيار مكتوب رايز هاند، يعني ارفع يدك، تتكلم ارفع يدك، تضغط على رايز هاند
لاحظ يمك هم ظهرت يد فوق كلمة شير اللي باللون الأخضر. أنا أيضا ظهر يمي إشعار إنه أكو طالب رافع إيده اللي هو أحمد طه مصطفى. الآن أني من يمي أفتح الصوت إلك حتى تتكلم، بعد أن تتكلم وتطرح السؤال وبعد أن أجيبك رجاء ترجع من نفس المكان اللي رفعت بيه إيدك اللي هو مور. الآن ثالث سطر مكتوب lower hand، تنزل إيدك. نعم، تضغط على lower hand اختفت العلامة مال اليد، يعني أنت كمل سؤالك. الآن يفسح المجال لزملائك في لرفع يدهم وطرح أسئلتهم. هذا كل اللي أريده منكم، شكرا جزيلا وإن شاء الله موفقين ونشوفكم على خير، مع السلامة.